مخرج عادل سرحان، مساء الخير لك عبر ميوزك نيشن. اهلا وسهلا فيكم عادل. هيك تفاجأنا فيك هون تحديدا بكارل بيتش هوتيل، اكيد وجودك هون له علاقه بفارس الاغنيه العربيه عسل حلاني اللي رح يقدم حفله اليوم، واكيد نجوم الشباب سبقوه ايضا النجمه فيزيان برد والنجم نادر الاتات، فخبرنا عن سبب وجودك اليوم بالحفل. اكيد بلبنان دائما ولا مره بيكون خيو حب قلبي في عاصي حلاني موجود بحفله اللي انا بكون موجود فيها، لانه وجودي معه هو بسبب لي فرحه كثير كبيره، وخاصه مناسبه مثل عيد العمال. بحس انه العلاقه بيني وبينه هي علاقه عائله وخي، ويعني ما لنا قصه شغله واحد جاي يحضر حفله، لا اصلا انا قبل ما اكون مخرج لكليبات وانا من الفانس تبعه وبحبه كثير وبحب صوته، واكيد نادي ثلاثات خي كمان وفيان صديقه، فحفله رائعه كثير اليوم ان شاء الله حتكون، وبتمنى توفيق للجميع. حبنا مع الله عادي قد ما طول.
فادي هو اللي مأخرنا شوي، كان مسافر وعم بحضر ستوري بورد، وبس هون هو ريدي ان شاء الله مصور اغنية نتالي. استاذ عاصي شدنا حالي والسوفيدي، اليوم عم نسمع فنان قريب شوي من صوتك هو الفنان مجد فعاني، فقديت تعتبر انه اليوم ايضا في مدرسة للحلامية، وقديت في نجوم ايضا ممكن اذا بدنا نقول تقصي شيء او تدعمهم وتتمنينهم ايضا توفي على مساحة فنان. أكيد أنا بطبع بشجع الجميع وما عندي مشكلة مع أي حدا بيغني اللون اللي بغني، وإذا بتلاحظ اللي عم بيغنوا اليوم معظمهم عم بيغنوا الستيل اللي أنا غنيته، الستيل البدوي أو الستيل الجبلي اللي أنا غنيته وأنا وصلت من خلاله، وأنا بعتبر هيدي سكة يمكن قدرت أنا من خلال جهدي وتعبي إن قدرت عملتها، فبكون أكيد سعيد لما بلاقي ناس ماشيين على هيدي الخطى، لأنه الفن اللي عملته أنا فن يعني منه فن مبتذل، فن في كلمة في لحن في مضمون، طالما في شباب عم يمشوا على الخطى أنا بشجعهم وبكون حبهم، ودليل على كلامي يعني اليوم الأغنية اللي قدمتها لنادر أو لأسعد جعفر أو عرفنا من عند الأنتات إنه في عمل سيجمع، سيكون في عمل من خلاله لألك بالألبوم المقبل مع رفعنا إن شاء الله. إن شاء الله حكي معي نادر مشان لحن جديد وأبديت استعدادي، أيمن كمان حكي معي قبل لحن جديد، معين شريف حبيبي جاي شوية لا إن شاء الله في شيء أنا وياه بقول إنه هون بصير مفاجأة، أنا معين صغيرات بنعمل عمل يعني بيكون له صدى كبير. عند ودي سلام يا طير يا طير، انا يا طير ضيعني ناصي